حبايبي جريد فور، تعالوا نعمل ريفيجن على كل حاجه خدناها. كل الفورمز استخدم او اكسباند او وورد، كمان ازاي نعمل كومبيرنج مين البيجر ومين السمول. السؤال هنا محتاج ان انت تفهم الراجل ده بيقول لك انا عايز تشوف لي يا ترى نمبر 1 معمول اسندنج ولا نمبر ايه ولا بي ولا سي ولا دي. عشان احل لازم كل جمله اكتبها نمبر. فانت هنا مديني 757، اروح جاي اكتب جنبها 757. يبقى الاولانيه كانت اكسباندنج جمعتها، او تاني حاضر كانت اكسباندنج 700 لوحدها، 50 لوحدها، 7 لوحدها، اعملها ستاند. اللي تحتها مكتوبه بالوورد 775، احولها زي اللي فوق. ادي يا مستر 700 وادي 70 وادي 5. التالتة جاهزة، الرابعة 805، ادي 800 وادي 5. يا ترى بعد ما كتبناه هل النمبرز دول معقولين ascending؟ لا، اقول له ايوه لا، عشان بص في 2 770 لكن 3 معايا. هنا 780 جاهزة، يلا مع بعض 840 احولها ستاندر. ادي يا مستر 800 وادي 40. تعال نشوف اللي بعدها برضه، ركز على الاكسباند المهالي. حاضر، بدل ما ال 800 لوحدها وال 50 لوحدها وال 1 لوحده هتبقى كلها ها 51. اخر واحده ادي ال 1000. تعالوا بقى نبص، هل دول معمولين اسندنج فروم سمولر؟ بص حبيبي 700 840 850 1000. ايوه يا مستر، تعال بقى ندخل على فكرة تانية برضو مهمة. الراجل الجميل ده مدينك نمبر، والنمبر التاني مديني جوه ميسي، هو بيقول لك اختار 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 عشان تبقى الجمله ترو. قلنا ما نجاوبش في التيست. ثواني يا هنا، وادي العلامه، يبقى البيجر هو الثاني. هنا 3 مليون، ادي 3 مليون. هنا 5، هل ينفع كنت اختار ال 5؟ طب اختار ال 4؟ اختار ال 3؟ يبقى نختار ال 6. هي دي الاجابه. عايز اقول لك الامتحانات محتاجه تقرا مره واثنين وثلاثه، مش عشان تشوف يلا بروح احل حل باجي كروم زبادي. طب تعالى نشوف الجمله اللي بعديها، ويتش سترو برضو اللعب على يا مستر. انا معايا هنا اكسباندد يبقى ادي 9000 وادي 800 وادي 5086. هل ال 74 لس ال 9000؟ لا، يبقى مش ترو، يبقى ما خدتيش. يا مليون انت اصغر من 700000؟ برضه لا. فهمتوا اللعبه؟ هنا بقى يا 300000 انت لسه من 100000؟
أكيد في عمري لسه السماء مش عايزك تجاوب ورايا بصوتك. الثاوزند حبيبي بص يا حبيبي ادي 300 ادي 700 وحطيت لي لسه يعني البيجر 700 هو يبقى رقم صح عشان خاطري انا عايزك تراجع معايا كويس. تعال نشوف يا مستر جمله ثانيه مدي لك نمبر وبيقول لك how many times in the thousand place as digit the tens place. لا اسمع بقى وتعلم. الراجل ده مديني 5 ones تعالوا كده ناخدها لوحدها ونفهمها. بص عليها 1 1 1 1 1 1. بص بقى معايا الراجل ده والراجل ده ده في الوانس لكن ده لا ازعل منكم. طب اسمع بس اسمع 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 ده في ال 10,000 الراجل ده في ال 10 لكن الراجل ده ده في ال 1000 الراجل ده 100 مين بقى؟ 1 اللي هنا واللي هنا معمول 10,000 اهي ادي ده السؤال 10 in the thousand place as the digit in tens. بص بقى ادي اللي في ال 1000 اهو وادي اللي في ال 10 اهو بقى عندي هنا كام؟ 1000 وهنا كام يا مستر؟ ال 1000 قد ال 10 كام مره؟ هو ده السؤال. اصبر بس هعيد تاني. الراجل ده مديلك 1 1 1 1 عايز يعرف ال 1 اللي في ال 1000 وال 1 اللي في ال 10 قد كام مره؟ فاكرين اللعبه بتاعي بس المواد ده كان 60 وكان 60 قلت بقى لا لا 100 حبيبي يبقى انا هو قده 100 مره. فهمتوا حاجه؟ طب نقولها تاني. الراجل ده كان مديلك 5 واتس خدت كوب واحد كتبت الفاليو بتاعته. تعالى بقى نشوف اللي موجود في ال 1000 قد اللي موجود في ال 10 كام مره؟ كام تايمز؟ فادي ال 1000 وادي ال 10 كنسلت 0 مع 0 اتبقى لي كام؟ يبقى هو ده الاجابه بتاعتي. الشيت ده حبايبي مليان افكار عايزه يتراجع تاني. تعالوا بقى نلعب شويه كمان. يا ترى النمبر ده اداني كلمه ايه؟ لما الاقي كلمه 1000 اعمل ايه؟ 3 0. احط يا مستر 3 0. طب وبعدين هل في حاجه الناحيه الثانيه كنسلها؟ لا يبقى اكتب 5 0 0 7 وادي 3 0 بس. شوف اللي بعديها 6 مليار اكتب 6 مليار 402 مليون اكتبها في عيلة المليون 402 مليون 28 يبقى انا ما عنديش حاجة في عيلة 1000 اكتب 0 واخر حاجة 28 يعني ما عنديش 100 وادي 28 عايز شيت 4 احله كل يوم. بص معايا الفاليو بتاع الفور في النمبر ده اهي الفاليو. فاكرين ان قلنا الفاليو ايه؟ الفاليو ان انا اخد الفور وكل اللي قبلها شكرا قبلها كام ديجيت عدوا ايه ايوه كده بس. بص بقى is 100 times 50,000
اسمع تعالى، ادي يا مستر ال 50,000. مين قد دي 100 مرة؟ is 100 times قدها 100 مرة. اروح جاي هنا ازود 2 zeros، ادي ال 50,000 وازود 2 zero، بقت عندي 100 times ازود 2 zero، 10 times ازود 0. عشان خاطري الامتحان ده لو انتوا خدتين بالكم فيه كله على الاكسبانشن والستاندر، تعالوا نعمل ستوب ونشوف